أهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية بجولة جديدة من جولات القناة. نحاول بهذه الجولة أن نسلط الضوء على الفعاليات التي تقام في أروقة جامعة الموصل. حقيقة حاولنا أن ننقل صورة جميلة في المهرجان الربيع الذي انطلق صباح اليوم، لكن للأسف كان هناك بعض سوء التنظيم أثر على نقل الصورة الجميلة للمواكب وأيضا الفعاليات التي أقيمت، لكن التنظيم في جامعة الموصل جيد جدا، خاصة هناك وفود كثيرة ومسؤولين أيضا متواجدين في المسرح، مسرح جامعة الموصل، لمشاهدة الفعاليات التي تقام على مسرح الجامعة جامعة الموصل من ضمن فعاليات مهرجان الربيع. إذن أحبتي المشاهدين على فقرات أو إلى فقرات هذا البرنامج، تابعونا. إذن أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، مستمرين بهذه الجولة في أروقة جامعة الموصل. حاليا نحن في مسرح جامعة الموصل، هذا المسرح الذي تم إعماره قبل سنة بأحدث ما يمكن تقديمه من تقنيات، حقيقة يتناسب مع عراقة وأصالة هذه الجامعة. حاليا بمناسبة مهرجان الربيع، إحدى الفعاليات أيضا في بمهرجان الربيع تقام على جامعة الموصل على المسرح، هناك فعاليات جميلة جدا منها عرض الأزياء وغيرها. لقاءنا سيكون مع الدكتور خالد، يحدثنا عن أهمية الاحتفالات في مدينة الموصل ومنها التي تقام على أروقة جامعة الموصل. السلام عليكم. يعني عليكم السلام ورحمة الله. يعني بداية الموصل، نحن نفتقد، عفوا دكتور، نعم. يعني عفوا على المقاطعة، نحن كنا يعني صار زمان نفتقد إلى هكذا احتفالات، نعم. عرض أزياء، نعم. إلى آخره من نشاطات ثقافية، نعم. فنية، أدبية، نعم. الموصل عندما تحررت من تنظيم داعش الإرهابي تحررت بكل معاني الكلمة، وأثبتت للعالم أنها مدينة حية، مدينة ثقافية، حضارية، مجتمعية. واليوم هذه الاحتفالات في مدينة الموصل إن دل على شيء فيدل على عراقة وعمق هذه المدينة وهذه المحافظة، وعليه فإن حضور الكثير من الفنانين والمسؤولين والمجتمعات، الفعاليات المجتمعية في كل محافظات العراق إلى مدينة الموصل دلالة. حتى أجانب دكتور، أجانب، نعم، لاحظنا أجانب، هذا مؤشر إيجابي، نعم. لمحافظتنا، لمدينتنا، نعم. هذه رسالة نقلتها قناة الموصلية
الفضائية بكل حيادية إلى جميع العالم بأن الموصل هي ثقافة، هي حضارة، هي ولادة، خرجت من أزمة كبيرة جدا، ولكنها أثبتت عافيتها وأثبتت تطورها وتقدمها. وعليه هذا البرنامج أو هذا المنهاج أو هذا المهرجان إن دل على شيء فيدل على أن الموصل مستوعبة لكل الثقافات ولكل الحضارات ولكل الفنون. شكرا دكتور، نحن ما نريد ناخذ وقتك، اكيد اكو فقرات تستمتع بها. تحياتنا لك. شكرا. اذا احبتي المشاهدين، كما ذكر الدكتور خالد انه مدينه الموصل تعافت فيها الكثير من المفكرين، من الادباء، من الفنانين والمثقفين ايضا. نحاول نحن بهذه التغطيه من خلال قناه الموصليه الفضائيه نغطي الفعاليات التي تقام على مسرح جامعة الموصل. تابعونا. بغير التعاون لن نرتقي ولن يكون لنا ذكر بين الأمم. وعين العلم والعمل لطب العراق وأف أنحاءه خجلا إلى حفة من تراب معروق ينهض إبراهيم يرسم للعالم طيفا من نور ربا طبيب والشاعر الدكتور وليد الصراف وبنبره موصليه اصيله مسرح جامعه الموصل هذا الصبح الذي ما من بيت عراقي من اقصى شماله الى اقصى جنوبه أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية مستمرين بهذه الجولة لتغطية كل فعاليات مهرجان الربيع من ضمنها التي تقام على أروقة جامعة الموصل، منها التي تقام على هذا المسرح مسرح الجامعة. أيضا نلتقي بأحد الضيوف لهذا المسرح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحكينا بالبداية أستاذ عن أهمية هكذا فعاليات أو أنشطة فنية أدبية ثقافية للمدينة. مهرجان الربيع أول ما انفتح بال 1969 كان متصرف علاء البكري، فكانت هذه يعني مبادرة جيدة جدا حقيقة. الآن أعيدت بعد انقطاع 20 سنة، هذا لكي تعطي صورة واضحة عن ما وصلت إليه مدينة الموصل من حضارة وازدهار، مما فيها أيضا من مثقفين. نعم. من أدباء. هذا البلد الموصل، هذا بلد حضاري يعني من آلاف السنين هو يمتاز بالكفاءات الحضارية والأدبية والتراثية والفنية كذلك. حتى هذا اليوم أنا سمعت موالي ملا عثمان الموصلي، وهذا كان شيء أكثر من رائع. هذه يعني صورة تعطي صورة العالم بأن الموصل رغم ما مر بها نهضت من جديد، نهضت من بين الأنقاض لكي تروي للعالم كيف يستطيع الإنسان بصموده وثقافته وحضارته المتواصلة والمتكررة أن يعيد نفسه وينهض أيضا كما قلت بين النقاط. شكرا عيني، نتمنى لك أمتع الأوقات. إذا أحبتي المشاهدين أيضا وفود تأتي إلى المسرح لمشاهدة هذه الفعاليات التي تقام على أروقة جامعة الموصل. جامعة الموصل غنية عن التعريف في تقديم كل الخدمات الأدبية الثقافية على أروقة الجامعة، خاصة فتحت مسرح الجامعة لاستقبال الضيوف وأيضا النشاطات الفنية التي تقام في هذا المسرح بمناسبة مهرجان الربيع الذي هو مهرجان العراق بصورة عامة وليس مدينة الموصل. إذا أحبتي المشاهدين مستمرين بهذه الجولة، تابعونا.
كتبته الأميرة، ونطقت أول حرف كتبته على مسامع البشرية جمعاء. وربيع السلام والإعمار الدائم الذي لا ينتهي ولا ينقطع أبدا. شكرا فخامة الرئيس وحياك الله ومن معه. شكرا للدكتور أحمد فكاك البدراني لتقديم الدرع والكلمة الآن لمعالي وفخامة رئيس الجمهورية. أنا أشكركم وأهنيكم بهذه المناسبة الجميلة، وأتمنى لكم التوفيق والصحة. هكذا يكون استقبال الناس لمن قاد حربا الروس ضد الفساد وضد الدمار ليبني الموصل كما هي اليوم عروس المدن. إذا أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، مستمرين بهذه الجولة في أروقة جامعة الموصل لتغطية هذه الوقائع الجميلة التي تقام على أروقة جامعة الموصل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، اليوم فعاليات جميلة جدا على أروقة جامعة الموصل. جامعة الموصل هي جزء من محافظة نينوى، وهي جزء من احتفالات مهرجان الربيع. العديد من الفعاليات تمت وتتم في جامعة الموصل. نحن في جامعة الموصل نفتح أذرعنا للجميع ونعمل مع الجميع من أجل أن تكون مدينتنا الحبيبة الموصل في ربيع دائم إن شاء الله. تهيئتكم من أمتى كان الدكتور هذا الفقرات الجميلة اللي كانت ضمن فقرات مهرجان الربيع؟ نعم، ما يقارب من شهر، وجامعة الموصل ومحافظة نينوى تتهيأ لهذا المهرجان الكبير. شكرا دكتور. I'm going to go to the cafe.
أحبتي مشاهدي قناة الموصلين الفضائية مستمرين بهذه الجولة حقيقة في أروقة جامعة الموصل. الحضور كبير جدا من باقي المحافظات العراقية وأيضا ضيوف من أقليم كردستان، من أربيل المحبة، أربيل السلام، أيضا كانوا مشاركين في هذا المهرجان. نلتقي بالسيد سفير السلام أيضا الشيخ، السلام عليكم. أهلا وسهلا، فهد زيباري من أربيل، قدمنا من قليم كردستان دعما للموصل وأهل الموصل. نينوى تستحق منا الأكثر، نينوى انجرحت وحزنت وضحت وجاهلت بالكثير، واليوم تستحق نينوى أن تكون في المكان الصحيح وفي المستوى الصحيح، وعادت نينوى تحتضن أبناء كافة المحافظات العراقية بهذه الأجواء الجميلة، وهذه الخطوة تحسب على نينوى رغم كل المهرجان والتعرقلات اللي شاهدناها في المهرجان، ولكن بعد خطوة لم يسبقها نينوى منذ زمان. الآن نينوى تحققت النجاحات على أرض الواقع، ولا زالت نينوى تظلم الشعب العراقي يوما بعد يوم بنجاحاتها. شيخ حضرت اليوم المواكب الافتتاحية مهرجان؟ نعم حضرتها من الصبح، أنا متواجد من الليل، متواجدين هنا من الليل موجود، من الليل موجود، جينا هنا ونشوف الأخوة اللي يعملون ليل ونهار. وأيضا أكو فعاليات اليوم بالجامعة موجودة، أنت حاضر؟ أكيد إن شاء الله راح نكون حاضرين للنهاية، وإحنا دعم للموصل، الموصل جميلة جدا، بس لكن الموصل متعطشة لهذه المهرجانات، لهذا إحنا كضيوف ما استمتعنا بالمنظر، ولكن إحنا أصحاب دار أكيد إن شاء الله. إحنا المنظر ما شفناه بشكل دقيق بسبب الزخم اللي كان موجود، ولكن هاي الفرحة أكيد هي فرحة شفت الناس، هي الفرحة عندنا. الله يخليك شيخ. انطباعك؟ انطباعي للموصل، نعم صراحة الموصل وكأنه بذرة عادت من جديد إلى الحياة بوجودكم، وأكيد إحنا داعمين قلبا وقالبا. شكرا شيخ. خطوة للموصل. الاسم شيخ فهد زيباري، سفيرنا والحسنة في العراق. أهلا وسهلا شيخ. إذا أحبتي المشاهدين، مثل ما سمعنا من سعادة أهل الموصل، نعم دير باكم على الموصل، الله يخليك، وحافظوا عليها، ونريد نشوفها كل ما نجي أحلى وجودكم إن شاء الله محافظين عليها. إذا أحبتي المشاهدين، مثل ما سمعنا كلمات الشيخ حقيقة جميلة جدا، يقول نحن في أقليم كردستان، في أربيل، في كافة المحافظات، في الأقليم داعمين الأهلنا لأصحابنا، لأن مدينة تستحق المحبة، مدينة متعطشة لهكذا احتفالات ثقافية أدبية. الإخوة في الأقليم داعمين بالأكيد في كل المجالات الإنسانية والثقافية أيضا من خلال حضورهم وتواجدهم ودعمهم لنا. شكرا، شكرا. مبروك للموصل وأهل الموصل، مبروك لكم، هذا الفرح العظيم. إذا أحبتي المشاهدين مستمرين بهذه الجولة، تابعونا. منارا يضيء أمامها طريق العلم والتعليم، هذه الجامعة العريقة التي أصابها يوما الدمار بعد دخول والعزم حبل من مسد كانت أكاد.
المشاهدين أيضا نلتقي بأحد ضيوف المتواجدين حقيقة على أروقة جامعة الموصل ونشوف انطباعهم مشاركتهم في هذا المهرجان. هو العرس العراقي مهرجان الربيع، مهرجان العراق كله وليس مهرجان ربيع الموصل فقط. مرحبا. لا بس كل مساء الخير. مساء النور. مشاركين لو زيارة؟ ها مشاركين وهم زيارة. هم مشاركين. زين نتحدث عن المشاركة بالبداية، شنو هي نوع المشاركة مالك؟ أنا أنتمي لكلية فنون الجميلة جامعة موصل قسم مسرح، فكان موكب اليوم مسجل يعني باسم قدمناه. عندكم فعالية؟ أي نعم كان عندنا فعالية. فعالية مع عرض الأزياء؟ على المنصة. على المنصة كانت عندكم الفعالية؟ نعم. أي نعم. كيف تشوفين الأجواء يعني خاصة مهرجان الربيع اليوم كان أكو احتفالية على المنصة واليوم احتفالية في أروقة جامعة الموصل؟ أجواء كانت كلش روعة. عبالك أجواء خلت الموصل ترجع تحتي من جدة وجديد. حلوة. رائعة. أنتم الحلوين أنتم رائعين. الجمهور الناس اللي كانت موجودة عبالك أول مرة تذوق الفرحة. بوجودكم أكيد تكون الفرحة. جاي من بغداد ومن أقليم كردستان من أربيل. أقليم كردستان. من أربيل. أي نعم. أهلا وسهلا بك. الله. إذن أحبتي المشاهدين نلاحظ أخواننا وأصدقائنا القادمين للمشاركة في مهرجان ربيع من أقليم كردستان وأيضا ضيوف أتوا من العاصمة بغداد ومن باقي المحافظات. إذن مستمرين في هذه الجولة من خلال قناة الموصلية لتوثيق وقائع مهرجان الربيع، تابعونا.
مرينا احبتي المشاهدين ايضا نلتقي بالاساتذه في جامعه الموصل، ايضا كان لهم حضور جميل في هذا الاحتفال في اروقه جامعه الموصل. مرحبا دكتوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتوره ناديه الربيعي من جامعه الموصل، حابه اهني الموصل ام الربيعين بعوده المهرجان الكبير، المهرجان اللي اعاد البهجه والسرور للمدينه، ما خسروا كل الجمهور الضيوف اللي جو حلوا المهرجان، حلوا الفعاليات وقلوبنا مفتوحه لهم وبضيافتهم وكل الهلا بيهم، والموصل ام الربيعين تعود وترحب من جديد بالمهرجان، وان شاء الله كل ايامنا مهرجان. اللهم امين. شكرا دكتوره. اذا احبتي المشاهدين، مثل ما سمعنا الدكتوره حقيقه رحبت بكل الضيوف القادمين من الاقليم او من باقي المحافظات العراقيه، ايضا نلتقي ببعض الشباب المتواجدين بهذا المهرجان الجميل. معاي السلام عليكم. سلام عيني وسلام. انت طالب لو مشارك؟ طالب مرحله رابعه. تحكي لي عن هاي المشاركه الجميله. والله مشاركه حلوه، فعاليات حلوه، خاصه من ناحيه التنظيم، يعني التنظيم كان ناجح 100%، ونحب ان نبلغ انه جيتكم تفرحنا الى كل اهالنا وناسنا بالمحافظات، جيتكم تفرحنا، اهلا وسهلا بكم. شكرا عيني. اهلا وسهلا. اذا احبتي المشاهدين، مستمرين بهذه الجوله، اكيد زخم، لكن مع هذا اكو تنظيم، اكو ترتيب في اروقه جامعه الموصل، تنظيم جميل جدا يليق باسم جامعه الموصل. ايضا هناك لقاء مع ضيوفنا ايضا القادمين من بغداد، طبعا ضيوف كثير اتوا من العاصمه بغداد. اذا احبتي المشاهدين مستمرين بهذه الجوله، وايضا ضيوف اعزاء علينا من الاقليم متواجدين اليوم في هذه الفعاليات الجميله جدا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. متى جيتم؟ جينا على المهرجان اول مره من الظهر واستمرينا لها الساعه الاحتفاليه. شو شفتي الاجواء؟ ما شاء الله. الفقرات فرحانين، اهل نينوى ونينوى بالذات، بعد الجرح اللي انجرحته وبعد الحطام والركام اليوم شفناها بابهى الصوره واسهى الصوره. الحمد لله والشكر جهود المسؤولين وابناء نينوى الغياره والحكومه المحليه، معالي وزير الثقافه كان له جهود ملموسه بهذا الموضوع كله. ايضا الحضور كان له طعم خاص. الحضور اللي جاي من الاقليم مثل جنابج، اللي جاي من محافظات الوسط، من الجنوب، ايضا من العاصمه بغداد. نعم، ابناء نينوى متعطشين الفرحه اكيد. والاغلب طبعا الفقرات شاركوا بها اخواننا من باقي المحافظات، حبوا يشاركون هذه الفرحه اللي تحلى بوجودهم. صحيح صحيح. فرحه كلش كبيره بعد غياب او انقطاع مده 20 سنه، عقدين من الزمن. هذا المهرجان افتقرنا له وافتقدناه من واحنا اطفال، واليوم يعني رجع كل شيء مثل ما كان والحمد لله والشكر، ونتامل بالسنوات القادمه يتكرر، واذا كان اكو هناك اخفاقات او اخطاء بسيطه تصحح وبالمستقبل ان شاء الله، ودائما تكون نينوى في الصداره وفي المقدمه. وجودكم ان شاء الله. يسلم. شكرا. تسلم. شكرا. اذا احبتي المشاهدين، مثل ما ذكروا انه حتى لو كان اكو اخفاقات بسيطة إن شاء الله تتلافى، ولو الحمد لله ماكو أي إخفاقات، كان أكو سوء تنظيم بسيط حقيقة، التمسوا مشاهدي قناة الموصلية الفضائية سوء بالتنظيم في المهرجان على المنصة، لكن للأمانة في جامعة الموصل كان هناك تنظيم في أعلى الدرجات، حضور الكبار المسؤولين، أيضا حضور الضيوف من كل المحافظات. Salamızı ak kekik yüz ak kekik
بيديا المشاهدين مستمرين بهذه الجولة الجميلة جدا لتوثيق فعاليات مهرجان الربيع في أروقة جامعة الموصل. أيضا كثير من الحضور من أساتذة من عمداء في هذه الجامعة كان لهم حضور في هذه الاحتفالات على المنصة وفي المسرح مسرح جامعة الموصل. الحضور أحد الحضور أيضا عميد سيد عميد كلية التربية الرياضية. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أساس الرياضة اليوم حاضرة هوني معنا. هو أكيد الرياضة دائما بكل مكان، هي متفاعلة حقيقة بكل النشاطات والفعاليات، وخاصة اليوم في هذا المهرجان الجميل، المهرجان القطري الذي يقام دائما في أروقة مدينة الموصل، حيث هذا المهرجان الذي هو يعد تقليدا جميلا حضاريا يلم شمل جميع الورود التي نسميها نحن الورود، هي الأقليات وجميع فئات الشعب العراقي. حقيقة اليوم هذا المهرجان الجميل الذي عكس صورة وواقع المدينة من حيث الأمن والأمان ومن حيث جميع الفعاليات التي أقيمت في هذه المدينة. دكتور للأمانة يعني جامعة الموصل مؤسسة علمية نفتخر بها، ونفتخر أنه تكون إحدى الفعاليات في مهرجان ربيع في جامعة الموصل. أكيد جامعة الموصل منذ القدم والآن خاصة نحن نلاحظ، أكيد هي دائما شعار جامعة الموصل حقيقة رفع السيد رئيس جامعة الموصل أستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم، الذي رفع شعار الجامعة في خدمة المجتمع. إذا الجامعة فتحت أبوابها لكل الأنشطة والفعاليات، وهناك موكب أيضا موكب جامعة الموصل الذي رمز بشعار أو العنقاء التي حلقت حقيقة وحلقت في هذا الوقت القصير، ونحن نشارك هذه الفرحة الجميلة لهذه المدينة. الاسم الصحيح الأستاذ الدكتور أحمد السويدي عميد كلية التربية البدنية. شكرا دكتور. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا فخامة الرئيس، شرفتنا وشرفت المدينة بهذا الحضور المهيب، زرتنا من قبل وزرت. مستمرين بهذه الجولة، نحن نحاول أنه تكون تغطية واللقاءات أيضا داخل المسرح، لكن يتعذر علينا بسبب الصوت المرتفع داخل المسرح. نحاول أنه نلتقي ضيوفنا أيضا عند بوابة المسرح اللي هم أيضا ضيوف على جامعة الموصل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مرحبا. تتحدث اليوم عن زيارتك لجامعة الموصل وأيضا مشاهداتك لفعاليات مهرجان ربيع. أولا جامعة الموصل هي جامعتي من البكالوريوس إلى الدكتوراة، صاحبة الفضل الأول علي. مهرجان الربيع حقيقة لهذا العام هو فرحة مضاعفة لأننا ابتعدنا عنه لسنوات، والحقيقة على الرغم من قلة مدة الإعداد إلا أن الشباب والجهات المعنية بهذا المهرجان استطاعت أن تنجز ما كلفت به من مهام، وبالتالي فاليوم كان المهرجان اسما على مسمى، والجميع شاركوا به بتفاعل، والجمهور والضيوف. أنا سعيد جدا
أنا أيضا بالمناسبة كتبت أغنية المهرجان التي فازت بالجائزة الأولى وستغنى اليوم إن شاء الله. شاعر الدكتور هشام عبد الكريم. شكرا دكتور. إذن أحبتي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولة اليوم من خلال قناة الموصلية الفضائية. حاولنا أن نوثق اليوم كل الفعاليات في والتغطية كانت مستمرة في أروقة جامعة الموصل. نتمنى أنه نالت رضاكم هذه التغطية في جامعة الموصل. إلى اللقاء.